أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد
وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة أليم شديد إن أخذه أليم شديد صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para peserta yang kami banggakan, Dewan Hakim yang kami muliakan, kami panggil peserta ketujuh dengan nomor peserta TQ067. Yang akan membacakan Quran Surat An-Naml ayat 67. Inilah peserta dengan nomor TQ067 yang akan membacakan Surat An-Naml ayat 67. Bersiap di ruang tunggu, nomor peserta TQ068.